مفاجأة رائعة للطفلة التي صنعت الحدث في مدرجات ملعب وهران. الرقصة المميزة وعفوية الحركات جعلتها تبهر الكاف التي وجهت نداء للبحث عن الطفلة التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي وتداولت كل الصفحات خبر البحث عنها من أجل أن تستلم المفاجأة التي تحضرها الكاف للفتاة الصغيرة بعد أن كان نص النداء كالتالي: ساعدونا لنجد هذه الطفلة، لدينا مفاجأة لها، فهل ستكون هذه الرقصة علامة إشهارية إفريقية؟ وما هي المفاجأة التي تنتظر الفتاة الرائعة؟ هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زاير تيب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.